أذكر في نهاية عام 2016 أقامت جامعة أريزونا جلسة حوارية بعنوان الضغط على زر إعادة ضبط العلاقات السعودية الأمريكية، تأسيس التعاون ما وراء النفط، ما وراء الصفقات العسكرية. كنت المتحدث الرئيسي بها، وأكدت أنه آن الأوان لإعادة ضبط إيقاع العلاقات السعودية الأمريكية لتحقيق التنمية المستدامة، وليس لتحقيق مكاسب لأصحاب الثروات الهائلة من شركات السلاح. أسعدني بعد هذه السنوات أن تطلب سفيرة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر استخدام نفس الكلمة إعادة ضبط العلاقات، ولكن وفق الرؤية السعودية القوية والقادرة. لقد طرحت الأميرة ريما رؤية المملكة عن الشكل الجديد للعلاقات الأمريكية السعودية، حيث ترى سموها أن النفط مقابل الأمن أصبح من الآن من الماضي مع تطور الدولتين، وأنه يمكن الآن بناء شراكة حول الطاقة، الاستقرار والنمو الإقليمي، تحقيق التنمية المستدامة لمواجهة الأزمات الكبيرة التي ستواجهها الدولتين من إيش؟ الأوبئة القاتلة، انعدام الأمن الغذائي، الانتقال المسؤول إلى مصادر طاقة متجددة، قائلة إنه من خلال العمل معا يمكننا بناء المستقبل الذي نحلم به جميعا. أدعوكم لزيارة هذه الحلقة، موجودة على اليوتيوب. هذا ما قلناه بالضبط قبل 6 سنوات.